لغة الحب دي تترجم ازاي بين اتنين؟ يعني اتنين بيحبوا بعض، انت قلتي قبل كده انه في كتاب او في كده كان كويشنري او كده مجموعه اسئله بتعرفك انت لغه الحب اللي انت بتحب ان اللي قدامك يعبر لك بيها عن نفسه ايه هي. في اللمس، في الكلام، في المساعده في البيت، في الهدايا، في الاهتمام، في الاهتمام، في كذا حاجه. طيب الاثنين اللي عايشين مع بعض في نفس البيت، راجل وست، اكيد هم اثنين مختلفين، كل واحد فيهم عنده لغه حب. لغه الحب دي المفروض تبقى عامله ازاي ما بينهم؟ يعني هل المفروض تبقى كلام بس؟ هل كلام وافعال؟ هل طبطبه؟ هل كلام وافعال وطبطبه؟ هل كلام وافعال وهدايا؟ هل افعال وهدايا وطبطبه؟ يعني ايه؟ على حسب انت بتحبي ايه؟ يعني لو شيري بتحب الكلام يبقى الكلام هيكفيها ممكن حاجه واحده تكفيها؟ يعني بين كلام 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 ما بيعملش افعال، مش حاجه واحده بس. في ناس الكلام يعني حاجه واحده تكفيهم، يعني في ستات حاجه واحده تكفيهم، وفي ستات الاربع خمس لغات هم عايزين تركيبه، يعني عايزين حبه من كل. بس هو الحقيقه انه دايما يقولوا انه لا، في الناس تفضل لغه، يعني الميكس ده بقى يعني ما اعرفش يبقى طمع ولا ايه. بس دايما هتلاقي البني ادم الراجل او الست يفضلوا لغه، يفضلوا انا طريقه. ايه اللغه اللي افضلها؟ هي يعني على حسب الموقف، مش عارف اقول لك. هي على حسب مثلاً كمان ما تفضليش الكلام، انت تفضلي الاهتمام. يعني ما يقولكيش كل 3 4 دقايق او كل ساعه على الواتساب بحبك، نفسي اشوفك، وحشتيني، هتخلصي امتى؟ بس لو ما قالش برضه بتضايق، هتزعلي جدا. بس يعني تفرحي اكتر لو خرجتي لقيتيه واقف على باب الاستوديو. اكيد، بس اي حد برضه مكاني هيفرح اكتر من لو قال له بحب، لو اللي قدامه قال له بحبك وقعد 3 اشهر ما يشوفوش. او انت عايزه الميكس. انا بيتهيالي انا هيدي مش هقدر احدد انا عايزه ايه بالظبط. بس مثلا بعتقد انه من الحاجات اللي بتحسسني بالاهتمام والحب انه يساعدني. يعني يبقى عندي، يعني لو احنا متجوزين يجي مكانك، يعني منطقه الغامه. لا لا لا، بصي، لو احنا متجوزين مثلا وانا تعبانه مثلا النهارده ومش قادره، فيقول لي اقعدي انت يا حبيبتي مثلا، انا هعمل اي حاجه، هلم الترابيزه. يلم ازاي؟ يعني هدخل الصحون في المطبخ، انا هعمل الغداء، انا هعمل الغداء، اقعد هعمل لك انا الشاي، انت تعبانه. انا الحاجه دي بتحسسني بالحب والاهتمام جدا. تلاقيها فين يا حبيبتي؟ لا دي موجوده على فكره، عندنا. لا موجوده، انت تسخنيها، موجوده طبعا. بص انا بص عمال ايه، انا شايفه ما اتكعبلتش فيها. انتوا يا شيري يا حبيبتي، انت ممكن تعمل كده؟ اعمل ايه؟ لا سامح بيعمل كده. يعني واحده من لغات الحب عندك هي انك تهتم فتروح. خلينا نكون محددين اكتر، مش الاهتمام بالمعنى الكبير. لكن ممكن تخش مطبخ، تخلص اطباق، تمسك مكنسه، تكنس السجاده. بس في حالات ايه بقى الحالات؟ زي ما هيدي بتقول، يعني هي لو تعبانه او هي عندها مشوار او هي عندها مثلا مامتها موجوده، لا وانا مش جايب لها حد يساعدها، لو انا راجل مقدر لكن جايب لها حد يساعدها هعمل كده. مش عمال على بطال، خلي بالك، لان دي مش وظيفتي. ثانيه واحده، مش حكايه، مش وظيفتي، مش امكانياتي، بس بيبان على حقيقتها. بس طب يا حبيبي، لو هي ربنا يديها الصحه يعني والعافيه، ومش عيانه وما راحتش لماما، ماما مسافره بتعمل عمره، دلع يعني. استنى بس، دلع يعني، ماشي. استنى بس، كل يوم ماما مسافره وهي ما عندهاش زي صحتها زي الفل وما عندهاش مشوار، مش هتقوم تخش مطبخ؟ لا اقوم. هتعمل ايه؟ خش الحمام. اعمل ايه؟ اعمل هاكل عامل زي الناس. لا لا، يعني هو الاهتمام بكذا شكل، اوكي؟ طيب يعني لو هي جت قالت لك يا سامح، يا حبيبي، أيوة، يا روح قلبي، ها؟ بتقوم تلم معايا الترابيزه، السفره، البنات اكلوا وبتاع. بوظت يا روحي يا حبيبي يا روحي. ليه بقى بوظت؟ لم الترابيزه، بوظتها خلاص. تعالى نلم مع بعض الاطباق دي ونرغي شويه كده واحنا واقفين في المطبخ. اهو انت، انا هغسل الاطباق وانت ترصها. حلو. هقول لها ايه بقى ساعتها؟ ايوه. هقول لها روحي اتفرجي على حلقه شوفي العصفوره عاملينها. لا كنا عاملين الحلقه هنا ان الست لما بتشتغل شغل البيت وتغسل الاطباق والحاجات دي بيزيد من عمرها. الله، يا رب يخليكم لينا. طب ما هي كمان عايزه عمرك يطول يا روح قلبي. لا ده انا كده عمري بيقصر. لا انا ماليش علاقه. لا انا اجيب لك بقى انت كمان في دراسه بقى اتعملت. ده انتوا عاملينها على ايه؟ ايوه اتفضل ركز كده، قولي لنا، طرطق لي ودانك كده. اهو زي الوظ لي، طرطق لي ودانك كده. في دراسه اتعملت على 36,000 راجل كبير، يعني عدد يعني من الرجاله كبار السن، اوكي، في امريكا واوروبا.
بتقول لك اكتشفوا ان الرجاله اللي بيشاركوا في الاعمال المنزليه بتكون صحتهم كويسه عن الرجاله اللي مش بيشاركوا في الاعمال المنزليه. يعني اذا زي ما هو ده بيعود عليها بالخير في صحتها وبيديها طولة عمره وبيديها صحه كويسه بيعمل لك نفس الحاجه. فلما تشارك معاها ربنا ما ياخدكش من الشغل عنك بدري. يعني باختصار يعني انت جمال الدراسه دي كل رد للدراسه اللي هي باختصار زي ما هو انت الدراسه عندك انت بس انا كمان عندي يعني غسيل المواعين تنظيف البيت لغه من لغات الحب قد تكون اللغه الخامسه او السادسه. انا على فكره الشغل بتاعنا بيطول عمري شغلنا بيطول عمر عادي يعني. ايوه بس كمان القهوه بتطول عمر الاعمال المنزليه هتطول عمرك اكتر. ليه؟ عايزك تعيش 90 انت كم واحد على 36000؟ طيب منين؟ من امريكا واوروبا مش من الشرق. والشرق انا راجل شرقي. انا اقول لك عارف في حاجه انا راجل شرقي جاسا كريستي اللي بتكتب الروايات الشهيره دي اللي طبعًا فيها طبعا سسبنس سسبنس وجرائم قتل. بتقول لك انا فكرت تقريبا في 60-70% من الروايات دي وانا بغسل مواعين. شوف بقى طيب ما يعني هتلاقي ليه انا اخد من موهبتها تدفق؟ لا مش هتاخد حاجه. يعني لو جوزها كان هو اللي بيغسل مواعين يعني كانت هتبقى اجازه جريس تدفق الاخبار الافكار اللي هيجي لك وانت واقف على الحوض. انت كمل الافكار. طب بلاش مواعين بلاش مواعين مكنسه طب انشر بنطلونين على بلاش النشر عشان الجيران لو شافوه مشاعره هتتكسر كرامته لا لا ما الجيران بيبقوا بينشروا عادي برضه تلاقي الراجل بينشر نرتب. عمرك شفت راجل بينشر؟ عادي. لا انا عايزه اقول لكم حاجه انا ما اقدرش الوم الراجل اللي موفر لمراته حد بيساعدها او حد مقيم معاها او حد بيجي لها كل يوم يساعدها او حد مساعده قويه مش مساعده مثلا مره في الاسبوع او كده. لا لو حد موفر متابعه دايما انه في حد ايده بايدها في البيت على طول ما اقدرش اقول له قوم لم معاها اصل ده هيحسسها بالحب والاهتمام اصل ده لا ما اقدرش اقول له كده. لكن لا الست لما بتبقى شقيانه في شغل البيت خصوصا لما تكون كمان بتشتغل بره البيت ويجي جوزها اخر اليوم يقول لها حبيبتي انت شكلك تعبان سيب بقى الطبقين دول انا هغسلهم. ده بيترجم عندها بكتير من الحب والاهتمام والرحمه والموده اكيد. فانا ماما مثلا ست ما بتشتغلش لكن بابا مثلا ساعات كتير يقول لها انت يا جابي النهارده ما تلكيش دعوه بالحوض الحوض ده مسؤوليتي انا ما تتعبيش انت ما توقفيش كتير. فالحاجات دي ده يعني مليون بحبك. برافو عليكي يا هدي. بس المشكله ما مش كلهم زي مامتك ربنا يا رب يحفظهم يا رب. المعظم لو الراجل عمل ده بيبقى تكليف خلاص ما بيبقاش هو ايه بيدلعها واحنا أو كمان استثناء لا بيبقى ايه تكليف. اللي هو مره واتنين وتلاته انت ما غسلتش ليه النهارده لا وماله لا يعني مش امكانياتي مش امكانياتي ومش يعني اسيب شغلي في يعني اجي من الشغل تعبان وقاعد اعمل شغلك يا سامح وقاعد في البيت ماشي يا حبيبتي ما عندهاش هي بقى تعمل شغلها ما عندكوش حد مقيم وهي مستحمله انه قد تكون امكانياته مش سامحه انه يجيب لها حد فبتشيل مجهود كبير بره البيت وجوه البيت مع الولاد وفي التنظيف وفي الترويق وفي كل حاجه. ما هو برضه ما هو انت البيت ده يعني شركه يعني مد ايدك معاه. طب انتوا يعني انتوا ده اللي ومروق دولابك يا سيدي ثانيه واحده بقى ماشي هقول ومروق دولابك اهو يا سامح ودي السكريبت قوم طبق شرباتك بظهر ايدك على طول طبق شرباتك يا سامح. لكن كمان بتلومني عشان فردك كحلي مع الفرده السوداء. طب ما تقوم كده تهز دورك وافتح درج الشرابات وطلع الشرابات وظبط الدنيا ورصها